السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. معكم بدر مرواني، اختصاصي في التسويق العقاري إشهار والمشاريع. كنتواجدوا بمدينة الكاموني، عندنا منزل مستقل دار حرة للبيع سيمي فيني، بالكراج وبلاكاف، كاين جوج ديال الكراجات. كنشكروا السيدة مالكة المنزل هي اللي صورت لنا الفيديو، كنشكرها بزاف على هاد الاتعاب ديالها وداك الشيء. المهم، المنزل فيه تقريبا في المساحه ديالو 96 متر، كما تنقولوا سومي فيني، يعني ملي غادي تدخل عليها ان شاء الله على فينيسيون، يعني راه اللي غيشرا هو اللي غادي يدير لا فينيسيون. هذا مكان المهم، منطقه كالم زوينه، يلا راه كيتبنوا فيها الديور تبارك الله. اللي كيميز هاد المدينه هادي هو الكليما ديالها، الهواء النقي. شمشو انا الهواء النقي، بزاف الناس كيدخلوا عندي لي كومونتير، بعض المرات كتجيهم شي عقار غالي ولا شي حاجه، وتيقول لك انا غنمشي نشري غير في الكاموني دار وندير وندير. انا جبتها لكم اسيدي. يلا الناس اللي كيقولوا لي مثلا راه 100 مليون ولا 90 ولا 110، راه بلاص نشري بها مثلا شقه في الرباط ولا دار في الرباط، واخا دار في الرباط راه ما كاينش ب 100 مليون، يقول انا غادي نمشي نشريها في الكاموني ونبنيها بشويه بشويه ونصلحها. يلا حنا جبناها لكم دابا حتى عندكم، ها هي الثمن راه همزه. اجي مولاي يشري مع راساتك واصلح كيف بغيتي، والله والله يسر الامور. هادشي اللي كاين. سميتو انتم كتشوفوا كل شيء قدامكم، انا يعني ما نقدرش نعطيكم لا ديتاي لا ديتاي اللي كاينين في الدار، يعني ما نقدرش نقول لك انا راه كاين صالون، انا كاين بيت نعاس حكم ماشي انا اللي صورت، ولكن نقدر نقول لك راه في الدخله ديال الدار كاين لا كاف لتحت، اليمين راه كاينين الكراجات، راه تطلع هنا راه بروميير ايطاج، هنا كاين بروميير ايطاج. يعني غتدخل وغادي تصلح كي بغيتي، ويعني صالح الناس اللي باغين اللي كيشوفوا المستقبل، يعني اللي كيشوفوا لافينيغ، يعني في هاد المدينة هادي صالحة ليهم، صالح الناس مثلا اللي متقاعدين، واحد الشخص اللي هو متقاعد وبغى مثلا يرتاح الراحة النفسية، فكننصحك بهاد المدينة هادي. أولا الناس اللي خدامين في السيكتور مثلا خدام تسلا ولا هادي، راه حتى هي راه مزيانة لك بزاف، لأن يعني تبارك الله راه صيبو الطرقان، صيبو كلشي تمايا، وحتى تما راه العقارات غاديين وكيطلعو، راه العقار غادي وكيطلع في المغرب، غير باش تعرفوا واحد القضية، العقار غادي وكيطلع في المغرب، راه كيطلع بواحد الوتيره صاروخيه، راه غير الا لقيتي شي حد باغي يبيع وصافي، شي حد مثلا دار شي ثمن همزه وصافي. الافونتاج عندك لاكور ديالك، الدار مخدومه مزيان. المهم اللي غادي يدخل راه غادي يدير المرطوب ديالو، غادي يدير الصباغه، غادي يدير الزليج، غادي يدير كاع داكشي اللي هو خدام، غادي تشوف شي شركه ديال البناء هي اللي غتكلف ليك. بغيتينا حنا نتكلفوا لك، مرحبا، عندنا فرع ديال البناء في الشركه ديالنا، يعني نقدروا نتكلفوا لك بجميع التكاليف، يعني نتكلفوك بالمرطوب بلا فينيسيون وبكل شيء، كنديروا جميع انواع الخدمات ديال البناء، يعني اي واحد احتاج شي حاجه مرحبا، هذا راه بالكم، وغالبا هذا راه غادي يكون صالون او بيت نعاس، دير فيه انت اللي بغيتي. كاين لي شومبرا كوشي، كاين يعني كل شيء وتوفروا في هاد الدار هادي، يعني كيبقى انت كيفاش انت غادي تقسم، غدير التقسيمه ديالك، واش غتسكن بوحدك، غيسكنوا معاك الناس، واش عندك الحفايد، يعني الدار ملي كتشريها ولا كتسكن فيها كتصلحها على ذوقك انت، يعني بحال مثلا دابا على سبيل المثال هاد لا شومبر غادي نبغيها تكون انا شومبر اكوشي، يعني شومبر اكوشي كتنوض عندك البالكون ديالك وكل شيء، وهاد لا ريزيدونس هادي راه قيد الانشاء، راه كاينين بزاف ديال الديور اللي تبناو، راه عندها المستقبل اللي هو انتريسي، راه الرقم ظاهر اسفله، تواصل معايا. وديك الساعه راك الله غير باش نتفقوا على واحد القضيه، واحد المساله مهمه بغيت نهضر عليها. كاين بعض الناس شنو كيديروا، ما حدو كيعرف انتم ما كتشوفوا، المهم غير باش تشوفوا انتم، انا راه كاينين تبارك الله لي فيلا، كاين كلشي، يعني راه تعرف ان المنطقه نقيه بزاف، يعني ماشي شي بلاصه اللي يعني مثلا غير صالحه للسكن،
بلاصه صالحه للسكن، طالعه شويه بشويه ان شاء الله غادي. كاين واحد النوع ديال الناس شنو كيدير، دابا حنا شنو كندير انا نورمالمون، انا من الناس القلال اللي كيصور لك الزنقه، كيصور لك الشارع، وكيبقى غادي حتى كيدخلك للدار، يعني كيحاول يبين لك العقار كيفاش داير. شنو كينوضو يديروا بعض الاخوان الله يسمح لهم في هذا النهار هذا، كيمشي نيشان عند موظف كيقول ليه راه قرا شتها في يوتيوب ولا شتها في فيسبوك ولا هذا وهذا، ولا راه قالوا لي عندك واحد الدار للبيع. اذا ما عرفتش كيش كيطرا كيصدق مفاوض نيشان هو مع الموظف. اذا الاتعاب اللي كنديروا حنايا ديال سير صور ودير الاشهار وجاوب في التليفونات ليل ونهار وجاوب في الواتساب جاوب، هذاك كلشي تيضربوا لك هو بالزير، كيحسب لي راسه راه ذكي. لا هذيك الطريقه راه ما نقولوش كتحرم الرزق لان الارزاق بيد الله، ولكن الانسان خصو يكون تيفكر شويه. يعني انت ما حدك انت كتشري، انت ما غتعطينيش لا كوميسيون ديالي، غير باش نتفاهم، اللي كيشري ما كيعطينيش لا كوميسيون ديالي. هنا الكراج، هنا على الكراج كاين جوج كراجات هنايا، شوف انت شنو تقدر دير فيهم، تقدر دير فيهم تجاره ولا تقدر دير فيهم كراج الطوموبيله ديالك، يعني راه عطى الله ما يدار. يعني الكراج كله فاش كيستعملها، تقدر ديرو بيت الخزين يعني تحط فيه الماتيريال ديالك وداكشي. شوف على حسب طبيعة العمل وعلى حسب اللي غيسكن شنو غادي يدير هنا. اذا اعزائي المشاهدين، ملي يعجبك اي عقار عندي في القناة تواصل معايا نيشان، ما جاوبتكش راه تخلي لي ميساج في واتساب، لان كاين بعض الاخوان راه تيعيطو في شي اوقات ماشي هما هادوك، تيعيطك على ما كتكون انت. انا مثلا دابا في رمضان كاين اللي كيعيطك في الوقيته ديال الفطور، كاين اللي كيعيطك في الوقيته ديال التراويح. اذا انسان ديما يختار واحد الوقت زوين اللي هو ديال الاتصال، صافي في ديك الساعه كتكون لا كومونيكاسيون مزيانه. في اسوء الحالات حتى ما عيطتش كاين واحد الاختيار سميتو الواتساب، كتخلي اوديو كتخلي ميساج صافي، وكنلاقي كونيشن مع مول العقار. اذا اللي غيبغي يشري هذا العقار هذا راه غادي يتواصل نيشان مع مولات العقار. الثمن ديال هذا المنزل هذا وهو 95 مليون قابلة للتفاوض، نيغوسيابل. يعني انت ملي غادي ملي لا عجبك راه غادي تنيغوسي نيشان مع مولات الشيء، غتعطي الثمن ديالك فوالا ها جهدي. داك النوع اللي كيدخل كيبقى ينتقد الاثمنه وكينتقد العقارات اصلا راه انت ما غتشريوش. انا كنشوف انتقاد البناء تنتقبلوه، ولكن داك الانتقاد من اجل الانتقاد فقط هذا ما داكشي راه ما خدام، داكشي راه كيعكس الشخصيه ديالك. المهم اعزائي المشاهدين، قربنا للنهايه ديال الفيديو، الرقم ظاهر اسفله، كنتي انتريسي تواصل معايا على الرقم الظاهر اسفله، وديك الساعه دير الزياره ديالك، نعطيكم الرقم ديال المالكه ديال المنزل. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. رمضان مبارك، احبكم في الله، وما تنساوش تابوناو في القناه اذا كنتي اول مره غادي تشوف الفيديو، دير لايك وخلي معك واحد التعليق زوين بحالك، وشكرا لكم. عندك دار فيلا شقه او محل تجاري وبغيتي تبيعه ومازال ما لقيتيش الشاري، كتقلبوا على عقار البيع ومازال ما لقيتوش داكشي اللي كتقلبوا عليه. عندكم مشروع تجاري او شركه وبغيتوا تطوروا خدمه التسويق والاشهار، شنو كتسناو؟ اتصلوا بيا دابا. مرحبا بكم معنا اعزائي المشاهدين في حله جديده، معكم بدر مرواني اختصاصي في التسويق العقاري والاشهار وكذلك المشاريع. فرق العمل غادي يقوم بحملات اعلانيه وفيديو احترافي للعقار ديالكم او المشروع ديالكم باش تحصلوا على نتيجه ايجابيه واللي ترضيك. هذا الفيديو موجه لك كشخص باغي يبيع او كيقلب على عقار ايضا، ولكن انت وكيل عقاري او وكاله عقاريه ممكن تكون بيناتنا شراكه وتبادل المشاريع. ايوا شنو كتسناو؟ تواصلوا معايا دابا على الرقم الظاهر اسفله، سواء عن طريق مكالمه او واتساب، باش نتفاهموا على طريقة العمل وشروط البيع. وما تنساوش تابوناو في قناة يوتيوب في الرابط الفيديو باش يوصلكم الجديد عن طريق عقارات ومشاريع وأيضا نصائح وبودكاستات. وشكرا لكم على المشاهدة.